نرجع تاني للحلقة نرجع تاني للحلقة بتاعتنا ونكمل بقية أخبار الزمالك. والدكتور محمد أسامة بيطمن جمهور نادي الزمالك على زيزو. زيزو امبارح أنكل رجله اتهرس اتفرم. الواد بتاع نص الملعب راح مديله واحده دايس عليه، انا قلبي وقع. يعني انا قاعد بتفرج، قلبي وقع، قلبي وقع في رجليا. قلت دي لا قدر الله دي ممكن تبقى تهتك في الاربطه، الواجب بتاعها شهر ونص، شهرين، جبس جبس. انما الحمد لله رب العالمين دكتور محمد اسامه بيطمن جمهور نادي الزمالك ان احمد سيد زيزو يلحق ماتش الاهلي في نهائي الكاس اللي هيتلعب في السعوديه يوم 8 مارس، يوم 8 مارس القادم بمشيئه الله تعالى. الزمالك، وده الخبر ده في منتهى الاهميه، خلي بالك يا علاء يا بنا، من الخبر ده يا علاء يا بنا، انا بقولها لك اهو دلوقتي اهو. بيخلص مع رمضان صبحي. الزمالك مش سايب رمضان صبحي. زن 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 مفاوضات 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 قعدات قعدات قعدات، بيخلص مع رمضان. خد الكلام ده برضو كده وحطه عند حضرتك في الذاكرة الطويلة. في ناس يعني مش مصدقة ان ده ممكن يحصل، بس انا بقول لحضرتك لا، وقريب جدا 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 ممكن تلاقيه بيحصل، خاصة كمان بعد، خلي بالكم، الخسائر بتاعت بيراميدز وخروج بيراميدز من معظم البطولات. بيراميدز لغاية النهاردة بالمليارات اللي اتصرفت عليه ما خدش بطولة، وجايب يعني اتقل سكواد موجود في اللعيبه في مصر، اسماء واتقال فنيه غير طبيعيه، لم بياخدش بطوله. فده ما اعرفش ممكن يبقى ايه بعد كده، او ممكن يبقى القرار ايه، بس اللعيبه عايزه بطوله، يعني اللعيبه عايزه جمهور. واحد زي رمضان صبحي بيعد عن كل حاجه، بيعد عن كل حاجه، فالمتنفس بالنسبه له هيبقى مين؟ الزمالك. طبعا قصه الاهلي وباب المال الاهلي ده مقفول، ده مقفول ضبه ومفتاح من الاربع اتجاهات بتوعه. فلذلك النهارده عندك مين النادي الوحيد اللي هو هيقدر يتنجم تاني ويرجع تاني لبريقه من خلاله؟ نادي الزمالك. اخر خبر موجود معانا قبل ما نشوف تقرير عاملينه زمايلنا تعبوا فيه جدا 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 يعني خلال الفتره اللي فاتت ديت، ان احمد سليمان بيرقص مزقطط. احمد سليمان المشرف العام على الكوره في نادي الزمالك اللي كان رئيس بعثه الزمالك امبارح في الجزائر للقاء ابو سليم الليبي يرقص ومزقطط. بيرقص ومزقطط ليه يا سيدي؟ علشان المكسب ده، وانتوا عارفين اللي هو المشرف العام على الفريق الاول للكوره في نادي الزمالك، كان هناك بعض التدخلات خلال الفتره اللي فاتت في شغله، كان في بعض الناس كده اللي بتحط مناخيرها في الشغل، كل واحد كده يعني في واحد كده كل شويه حاطط مناخيره كده في الشغل، لا ملف ولا قصته ولا موضوعه ولا حاطط مناخيره كده في الشغل. فيعين احمد سليمان كان بقى يعني هو مهذب شويه كده يعني، ف يعني يحتوي مره يسكت مره يتكلم مره بتاع مش عارف ايه، انما يعني سيبونا اشتغل يعني، هو كان عاوز الناس تسيبه تشتغل يعني. طبعا مش هتكلم اقول مين، انا عارف ان مين، انما مش يعني مش لازم يعني، خلونا نتكلم في الايجابيات دلوقتي لان الزمالك كسبان والزمالك كويس، بس دي حاجه هو كان بيعاني منها بصراحه، حاجه بيعاني منها يعني، كان بيعاني منها وكاتم وبيكتم جواه، فما فيش مشكله. امبارح بقى طلع بقى الكاتمه ديت كلها ونزل اوضه اللبس للعيبه، وهاتك يا كل حاجه، وهاتك يا كل حاجه، فرحان مبسوط مزقطط، يلا عم افرح وبسط وزقطط زي ما انت عاوز. وشوف كده نبض الناس في الشارع، عايزين نشوف نبض الناس في الشارع ايه. وخلي بالكم
زمايلنا بيشتغلوا بيسأل السؤال بس، وكل الناس بتقول رأيها بمنتهى الحرية. الناس لزمايلنا في المراسلين لا حد بيفرض كلمته ولا رأيه، هو بيسأل السؤال وناس تقول اللي هي عايزاه وما بينقيش. يعني تلاقي أهلاوي، تلاقي زملكاوي، تلاقي بيفهم قوي في الكورة، والناس حرية، حرية مطلقة، حرية مطلقة. القناة عندنا هنا فيها رأي حر، الحمد لله رب العالمين.